أيها النجوم، نحن نفتخر بكم وبإنجازاتكم. اليوم نكرم 12 سفير للجامعة الألمانية من عدة آلاف، ليس فقط في مصر ولكن في العالم. هناك الكثيرون من قصص النجاح المماثلة والتي نتمنى أن نتعرف عليها ونفرح بها، فهم يمثلوا مبادئ وروح وقيم الجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي أتمنى أن تبقى هذه الروح وهذه القيم وهذه المبادئ التي زرعناها في الجامعة مع افتتاحها في عام 2003 باقية فيكم ولأبنائكم وللأجيال والقرون القادمة بإذن الله إلى عام 3003، وإن شاء الله نشوفكم بصحة بعد 1000 سنة. وبالتأكيد مصر فخورة بكم، وستبقى أعمالكم ممثلة فيما سوف توجدوه من حضارة وتراث للأجيال التي ستبقى لكم هذه الإنجازات، وستعود بكم مصر إن شاء الله لما كانت منذ آلاف السنين رائدة الحضارات. أنا في كل حفلة تخرج في آخر الكلمة بتاعتي بقول إيه؟ بقول أنا براهن بخريج الجامعة الألمانية. النهاردة أنا كسبت الرهان بالإيفنت بتاع النهاردة، أنتوا اللي حققتوه فعلاً، الرهان صحيح والرهان مظبوط، وأنا كسبته لأن فعلاً أنتوا موديل وإكزامبلز جميلة لشباب مصر كله. شباب مصر شباب واعد، شباب جميل، وبيسألونا دلوقتي في الفضائيات تقول إيه للشباب وتقول إيه لمصر. كل واحد من الشباب دول ترس جميل وبيشتغل وتالنتد وكوميتد، لكن يمكن اللي ناقصه إن الترس ده يتحط في المكان الصح، مكان هنا الأتموسفير الجميل، البيئة اللي حواليه، إمكانيات اللي فيها. فبقول لكم انطلقوا، بلادي وبناتي خريج الجامعة الألمانية. When they called to invite me for this event, I was reminded of the beautiful sense of belonging I have towards this place. This made me think why I always get very excited when I get to listen to these three letters of the GUC. That I realized they represent for me years of knowledge, empowerment, and full support that did not just end by my graduation, but extended with me way much more after this, up to this moment. Thank you for making us proud carrying this name wherever we go, in everywhere, marketplace, or even in other universities studying our masters. Thank you for cultivating in us a very well-established knowledge base and skills that qualify us to stand out and excel wherever we go. You never fail to be there for us, and I would like to dedicate a special thank you for Dr. Ralph and Dr. Ahmed Raghair for supporting me in my master's. I'm so happy to belong to this warm, professional, and rich environment, and so proud to be called a GUCian. Thank you. وانا دايما بسمع كلمة جي يو سي في اي مكان ببقى مبسوطة يعني، فلما جي كده انه حاجة من جي يو سي حسيت انه I belong to this place فعلا، وهم كمان حاسين كده، وكان احساس جميل يعني.